نبداو عدد اليوم الجورنال فيغ بخبر عنوانه الشابي كنت سأقال قبل البطولة العربية ونزمت في 4 مباريات فقط من أصل 40 لقاء. وقال سعد الشابي مباشرة بعد الإعلان على إقالته من تدريب فريق الرجاء أنه كان غيتعرض للإقالة في عديد المناسبات، لكن تحقيق الانتصارات وعدم تلقي الهزائم حل دون ذلك. وضاف الشابي في تصريح لوسائل الإعلام كتعرفوا نتوما لو نهزمش في كأس الكونفدرالية بعد المشكل اللي صار مع اللاعبين اللي ما عزلتهمش كان سعد الشابي غيتقال. وقبل كأس محمد السادس الأندية العربية البطالة كان تاني غتم الإقالة ديال سعد الشابي وانتصر، وقبل ماتش الغريم التقليدي لسعد الشابي كانت غتم الإقالة ديالو وما نهزمش، وتابع أن أول مدرب أجنبي اللي جا للمغرب ونهزم في 4 مباريات فقط من أصل 40 لقاء. رجعوا للتاريخ. من ناحية أخرى توجل سعد الشابي بجزيل الشكر لجماهير فريق الرجاء الرياضي ومسؤوليه ولاعبيه، وشال أن هذه الفترة غتبقى عالقة في ذهنه دائما. عبد الإله الإبراهيمي تقرير تقني حول طريقة عمل الشابي مع الرجاء كان حاسما في إقالته. وقال عبد الإله الإبراهيمي الناطق الرسمي باسم فريق الرجاء الرياضي أن الاجتماع اللي تم عقده الاثنين الماضي بمركب الوزيس كان حاسم باتخاذ قرار إقالة سعد الشابي من منصبه كمدرب النسور الخضر. وعزيز الإبراهيمي حديثه خلال الندوة الصحفية اللي عقد أمس الثلاثاء بمقر النادي بالقول للمدير التقني باتريك ديويلد عرض مقطع فيديو على الأعضاء خلال الاجتماع غابت فيه الهوية الحقيقية لفريق الرجاء، وبناء عليه أجمع المكتب المسير برئاسة أنيس محفوظ على إقالة المدرب الشابي. وضاف الإبراهيمي تواحد ما كينكر أن الشابي استطاع تحقيق الألقاب مع فريق الرجاء الرياضي كأس محمد السادس وكأس الكونفدرالية في مدة 7 أشهر، لكن المشروع والأهداف الجديدة للمكتب المسير ما كيتواجدش فيها الشابي. وزاد المدرب القادم من فريق الرجاء الرياضي خاصو يكون قادر على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا اللي كيتعتبر من بين أولويات المكتب الجديد برئاسة أنيس محفوظ، وغنعملوا على تحقيق هذا الهدف إن شاء الله وإضافة كأس رابعة لخزينة النادي. وختم الإبراهيمي حديثه بالقول الميركاتو الشتوي غيشهد انتدابات وزينه غيخلي فريق الرجاء ان شاء الله قادر على الذهاب لتحقيق الاهداف المسطره تحت اشراف مدرب عالمي غيتم الكشف عليه خلال الايام القليله المقبله. راتب شهري ضخم لمدرب الرجاء الجديد. وفي تفاصيل الخبر ضاعف فريق الرجاء الرياضي الراتب الشهري للمدرب البلجيكي المرتقب انه يحل الدار البيضاء لتوقيع في كشوفات النسور من 20 مليون سنتيم ل 40 مليون شهريا حسب ما اكدوا مصدر رجوي مسؤول. وكان سعد الشابي كيتقاضى في موسمه الاول راتب شهري كيتقدر ب 15 مليون سنتيم قبل ما يرتفع ل 20 مليون في الموسم الحالي بعد جديد عقده تلقائيا رفقه النسور. ورفع فريق الرجاء الرياضي من قيمه الراتب الشهري للمدرب البلجيكي المرتقب ل 40 مليون سنتيم رغم ما كيعاني الفريق الاخضر حاليا من ازمه مالية يقدر يزيد من متاعبها رفع أجور بعض الأطور التقنية اللي غيتعاقد معها النادي. واختار المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي في أول اجتماع رسمي ليه إقالة سعد الشابي من منصبه والتعاقد مع مدرب بلجيكي براتب كبير، وبهذا غيصبح أغلى مدرب في البطولة الوطنية حاليا متبع بوليد الركراكي اللي كيتقاضى حوالي 30 مليون سنتيم شهريا. وكان فريق الرجاء خفض راتب المدرب التونسي ل 15 مليون سنتيم بالمقارنة مع ما كان كيتقاضى سلفه جمال السلامي قبل ما يرفعوا ل 40 مليون سنتيم بمجيء المدرب البلجيكي. لاعب رجاوي جديد يطلب مغادرة الفريق بعد الديربي. وفي التفاصيل طالب زكريا الهبطي لاعب فريق الرجاء الرياضي إدارة النادي الأخضر بمغادرة الفريق في ميركاتو الشوي المقبل، وذلك بعد مباراة الديربي ضد الغريم التقليدي برسم جولة 10 من البطولة الوطنية. وكشف مصدر مطلع أن طلب اللاعب زكريا الهبطي كيجي بسبب التهميش اللي كيعاني منه رفقة الفريق، وأيضا بسبب عدم أخذه فرصته الكاملة على غير باقي اللاعبين حسب قول اللاعب. وكان زكريا الهبطي ظهر بمستويات جيدة في المواجهات اللي شارك فيها حسب أنصار النادي الأخضر، واللي كان طالبات من التونسي سعد جرة الشابي منحو فرصة أكبر للدور في مباريات النسور الخضر، غير أن لعبه الفردي المبالغ فيه واللي كيضيع أهداف محققة على الفريق خلى المدرب التونسي يبعد اللاعب على مباريات النادي. عقوبة شديدة تنتظرو بن حليب جراء شغبه في مباراة الديربي. وكيتجه المكتب المديري فريق الرجاء الرياضي برئاسة أنيس محفوظ نحو فرض عقوبة مالية قوية على محمود بن حليب، وذلك بعد مباراة الديربي ضد الغريم التقليدي ومرافقة من الأحداث. وكشف مصدر مطلع أن مكتب النادي الأخضر طلب من الطاقم التقني للنسور الخضر إعادة تقرير الأحداث اللي عرفتها نهاية مباراة الديربي العرض على المجلس التأديبي لفرض العقوبة المناسبة على اللاعب الرجاوي. وكان جمهور النادي الأخضر عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي هاجم بشدة اللاعب بن حليب، ووضح ان ماشي هذه هي المره الاولى اللي كيقوم فيها بحال التصرفات، وطالبوا انصار القلعه الخضراء من المكتب المسير برئاسه انيس محفوظ معاقبه بن حليب وتطبيق القانون الداخلي للنادي، وذلك من اجل فرض احترام قميص الفريق وقرارات الطاقم التقني وايضا عدم تكرار هذه الانفلاتات مستقبلا. وكان محمود بن حليب
قام باحتجاج مبالغ فيه مرفوق بالشغب ضد مكونات النادي الاخضر عقب نهايه مباراه ديربي، وذلك بسبب عدم اشراكه كاساسي في المواجهه المذكوره. وكيتين محمود بن حليب قلق وغضب كبير داخل النادي الاخضر بسبب اضطراب علاقته مع مختلف المدربين اللي تعاقبوا على تدريب الفريق، بدءا بالاسباني غاريدو مرورا بالفرنسي باتريس كارتيرون ثم جمال السلامي وصولا للتونسي سعد جرد الشابي، الامر اللي اغضب الجماهير الرجاويه اللي انتقدته بشده بسبب تصرفاته واللي اعتبرتها صبيانيه، وطالبت اداره الفريق باتخاذ عقوبات قاسيه لتاني اي لاعب على القيام بتصرف مماثل مستقبلا. مديرية التحكيم بلوط حرم الرجاء من ركلة جزاء أمام سريع واتزم، وحسمت مديرية التحكيم أمس الثلاثاء الجدل بشأن ضربة الجزاء اللي معلنش عليها الحكم محمد بلوط لصالح فريق الرجاء الرياضي في المباراة اللي جمعته مع نظيره سريع واتزم الأربعاء الماضي لحساب جولة 9 من البطولة الوطنية. وأكد محمد القزاز الحكم الدولي السابق عضو المديرية الوطنية للتحكيم خلال الاجتماع الأسبوعي اللي كينعقد كل يوم ثلاثاء لمناقشة الحالة التحكيمية المثيرة للجدل، أكد أن محمد بلوط كان كيتوجب عليه الإعلان عن ضربة جزاء لصالح النصر الخضر بعد تدخل المراد حيبور على المواجهين حسين الرحيمي. وتابع القزاز حديثه بالقول كيستوجب الإعلان ضربة جزاء حتى في حالة قيام لاعب سريع واتزم بضرب رفيقه بدل مهاجم الرجاء. يشار أن فريق الرجاء الرياضي كان تعادل الحساب جولة 9 من البطولة الوطنية مع سريع واتزم بسفر لميتلي في المباراة اللي تجرات أطوارها على أرضية مركب محمد خامس بالدار البيضاء، وحرم حين الحكم فريق الرجاء من ثلاث نقاط بسبب تغاضي على ضربة جزاء واضحة. هذا ما قاله المعلق التونسي عصام الشوالي عن فريق الرجاء الرياضي. وكشف المعلق التونسي بقنوات بي سبورت قطرية عصام الشوالي على أسباب تراجع أداء فريق الرجاء الرياضي في المباريات الأخيرة، وقال الشوالي في تصريحات صحفية أن فريق الرجاء في حاجة لانتدابات قوية مجرد حلول سوق الانتقالات الشتوية المقبلة. وضاف نفس المتحدث أن الفريق الأخضر مطالب بانتداب جناحين ورأس حربة إلا بغى يمشي بعيد في مسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم. يشار أن عصام الشوالي سبق وعلق على مباريات كثيرة لفريق الرجاء خاصة في المنافسات الإفريقية، إذ كتبقى أبرز وحدة ديك اللي جمعت النصر الخضر بأسيك ميموزا الإيفواري سنة 2002. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلاقوا في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.